السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد يا أطيب وأجمل وأروع متتبعين ومتتبعات قناة سحر الطبيعة. يوم جديد وفيديو جديد وحية جديدة اللي متأكدة غادي تعجبكم وترقكم وتنال الرضا ديالكم. اليوم ما غنلمح على حتى شي حاجه وما غنقول لكم حتى حاجه، غنخليكم تكتشفوا هاد الحيل اللي زوينه زوينه واكثر من رائعه وكلنا كنحتاجوها. كيف ما تعودتوا معايا كنجيب لكم شي حاجه اللي دائما تنقابلوها وتنصادفوها في الحياه اليوميه ديالنا، ماشي شي حاجه اللي ما كنحتاجوهاش اولا ما عندنا بها غرض. غير كنتمنى يا ربي انكم ما تنساوش خصكم بنتكم اللايكاتكم، الله يجازيكم بكل خير ويطور ربي عمركم. ما نطولش عليكم حبيباتي الغاليات اكثر، نمشيو نشوفوا هاد الحيل وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا ناجيت معكم هاد الفكره وهاد التدبيره اللي زوينه، انا متاكده غادي تعجبكم فيما يخص الناس اللي كيعانيو من الرائحه ديال الشعر. كنعرفوا بان الشعر اكثريه الشعر الدهني كيفرز واحد الزيوت واحد الدهون واحد الدهون كدير الريحه في الشعر، وخا تغسلي غير نهار يومين ملي كتشمي شعر كتلقاي فيه واحد الريحه ما كتعجبكش. كذلك حتى كاين اللي كيتعرق بزاف تيدير شعرو الريحه. المهم هاد الفكره كلها كتنفع لرائحه الشعر اللي كتكون ماشي هي هذيك، حتى عند البنيتات الصغار. تلبيزات الصغار بعض المرات الا قربتي لشعر بنتك وشميتيه كتلقاي فيه واحد الريحه ما كتعجبكش. هنا بغيت نعطيكم واحد التدبيره اللي زوينه، كتقبطي القرنفل هذا وكطحنيه ولا كدقيه في المهرز اللي عندك مزيان حتى كيولي على شكل بودر، كتغرب ليه في الغربال وكتضيفي منه واحد نص معلقه صغيره هكا، كتضيفيه للشامبوان ديالك عادي، كتحلي القاعه ديال الشامبوان كدردري هذاك القرنفل كتحركي وكتبقاي تغسلي به. منها كيحيد الريحه القرنفل، منها انه كيعطي ريحه زوينه في الشعر. شوفوا غير انا جده مسكينه باقا لدابا الا قربتي شعرها غير الا جلستي حداها كتشمي فيها ريحه القرنفل. مازال الان كدير كاع تقريبا الجداوات ديالنا كلهم كانوا من زمان هما كيستعملوا القرنفل للشعر، كيخلي واحد الرائحه غزاله في الشعر، زويد كيزول القشره كيزول الفطريات، المهم كيحيد ديك الريحه اللي كتكون غير مستحبه. حتى في شامبوان هذا راه ديال الدراري الصغار ها هو حتى هو ممكن ديريه. ما بغيتيش ديري القرنفل كديري كذلك واحد نص معلقه صغيره ديال القهوه اللي تكون مطحونه ما تقويش بزاف، غير شويه حتى هي كتضيفيها للشامبوان اللي كتغسلي به انتيا وليداتك. راه بهذه الفكره تبارك الله غادي يزول لكم الريحه وما تبقاش الريحه الخايبه في الجلده اللي كيفرزها اللي كتفرزها الفروه ديال الراس. هنا البنات جيت معكم هاد التدبيره هذه. فيما يخص الملحه، احيانا تنشريو الملحه غير هذيك ديال درهم ولا ديال 30 ريال، وملي كنلقاو فيها بعض المرات طروفه غلاظ ديال الملحه دايرين بحال الزاج، انا شخصيا كنلقاهم واكيد حتى نتوما غادي تكونوا صادفتوهم. احسن طريقه باش تفاداو منهم لانهم بعض المرات كدوز لينا مع هكا ملي كنديروها في الماكله ولا شي حاجه وكتبقى هكاك دايره هكاك يعني صاينه ما كدوبش. انا بعض المرات ملي كندير الحرشه اللي عض بعض المرات الحرشه كتجي شي بلاصه اللي مالحه ديك الضغمه، وملي كنقلب كنلقى فيها طريف ديال الملحه اللي ما كدوبش. وليت اش كندير، وليت كنجيبها كنغربلها بحال هكا، منها كتهبط ليا الملحه اللي رقيقه، وهنايا في الغربال كتبقى ليا دوك الطروفه الغلاظ واللي دايرين بحال الزاج. ها نتوما شفتوا، ها نتوما هذه كتهبط رقيقه وناعمه صافي، كنبقى معاها بحال هكا حتى كنغرب الكميه اللي عندي كلها، وهنا في الصفاي ولا في الغربال كيبقاو ليا دوك الطروفه الغلاظ. وهذوك ما كنرميهمش البنات، نقول لكم شنو ديروا بهم، عندكم تلوحوهم هذوك في الليل حتى كنسالي شغالي من الكوزينه ونخرج منها ونبغي نمشي الناس، هذيك الحفينه كنديرها في الحوض يعني في المجرى ديال الحوض، وكنخليها هكا كنخشيهم في دوك العوينات ديال الصفاي، وما كنكبش الماء كنخليه هكا لان معروف بان الملحه كتسرح القادوس المخنوق. راه حتى الا كان عندك المشكل ديال القادوس مخنوق بزاف خدي حفنه ديال الملحه بحال هكا، راه الملحه رخيصه غير بدرهم، وشديها وعمري بها هذاك دخليها دكيها في هذوك الحفيرات ديال المجرى، خليهم فيها وما تطلقيش الماء، خليهم هكا كبيته فيها حتى الصباح. راه كاع داك الشيء داك الترسبات داك اعزكم الله داك الزبال وداك البقايا ديال الماكله اللي كدوز لينا كدفعها كدوبها كدفعها، لان الملحه كتطلق الماء كتبقى تحيد داكشي من الطريق صافي، بهكا كيتسرح لكم القادوس وتيخوى. كنتمنى يا ربي هالفكره ترقكم، انا من الفكره بعض المرات كتجبدني الفكره اخرى، هادشي علاش ما كنبغيش نبخل عليكم حتى شي حاجه، وليت فكرتها كنقولها لكم في البلاصه. كنتمنى يا ربي تعجبكم هالفكره ونمشيو للفكره المواليه. هنا البنات الغزالات الفكره اللي بغيت نتقاسم معكم، وهو فيما يخص الناس اللي عندهم الماريو ديال الملابس ديالهم صغير اولا ما عندهمش فين يديروا الحويجات. المهم اللي بغيت نتقاسم معكم هو الطريقه ديال
ديال الطوي، ديال الطريقه ديال الطي ديال السراو ديال الجين، اللي مثلا باقي شي واحد كبير على وليداتك، ولا ما بقاش كيلبسوا، ولا المهم بغيتي تلميه، والغرض هو انه ما يقبضش ليك البلاصه في البلاكار ديالك حيت عندك صغير او ما عندكش فين ديريهم، وكانوا عندك بزاف ديال الجينات. الطريقه هي هذه، كتشدي السروال كتحطيه هكا، يعني رجل على رجل هكا، كتجي لهنايا، كتجي لهنا، كديري بحال هكا، هاد الرجل وحده كدوريها هكا. دابا حنا طوينا واحد على واحد، الوجه كديريه لداخل بحال هكا، كتجي هنا كديري هكا على شكل مثلث هكا. كنبدا انا من هنا كنروليه هكا، غنبقى ندور هكا حتى نساليه. كنجي لهنا لهاد الجنب اللي خرجناه، هو اللي كنغلفو هنا، كنغلفو لداخل، كنغلف سروال تجي لداخل هكا، شفتوا في هذاك الجنب، داك الطرف اللي خرجنا ديال الرجل بحال هكا، وبالتالي ما كيشدش لك البلاصه بزاف، وشتي كياخذ غير واحد الكوطي صغير في البلاكار، وممكن ديري واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه شحال ما عندك، ما غاديش يشد لك البلاصه كثيره. ها هي، كنتمنى ان الفكره تكون عجباتكم. وبالنسبه حتى اللي كيدير في الميكات وداك الشيء وكيلم الفوق، هذه الفكره راه غتناسبه. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره هي تعجبكم، ونمشيو ان شاء الله الفكره المواليه. وجيت معكم البنات اخر فكره واخر تدبيره في الفيديو ديال اليوم، وهو فيما يخص كتجي علينا اوقات كنديرو مثلا اما الخاتم اما الدبليج، وكيلصق لينا في يدينا ما كيبغيش انه يخرج، كيتنفخ الصبع، كيزراق، وكنبقاو حايرين به، وكنضطروا احيانا اننا كنمشيو عند الذهبي كيشوف حتى كيعيا كيقطع لينا الخاتم. غنعطيكم واحد الطريقه، ما غتمشيو لعند هايبي ما غتقطعوا الخاتم ديالكم، يعني تهرسوه ما تضيعوا فيه، غتقولوا لي الصابون هذيك كلشي كيعرفها، ولكن غنعطيكم طريقه اسهل واسرع من الصابون، ما غاديش تعذبكم، لان مع الصابون الغرض هو انه غير كيتيدم لينا هاد البلاصه باش كيزلق وكينزل بسهوله، ولكن حنا ملي كيكون عندنا الصبع ديالنا منفوخ شنو كيطرى؟ هاد البلاصه هادي اللي كتولي مزيره كتنفخ، كما كنقولوا هاد البلاصه كتولي غليظه على المستوى اللي كيدوز فيها الخاتم بحال هكا باش يتسلس ويخرج. غتشدوا خيط هاد اللي كنخيطو بيه عادي، انا واخده هذا ديال الخنشه ديال الزرع، غادي تضبلوه بحال هكا، يعني ديروه على برمو على جوج ولا على ثلاثه، انا ها هو دايره فيه ثلاثه. كتجي لهنايا هنا وكتحطي هكا، وما كديريش واحد فوق واحد، انت كدوري انت كتحطي واحد في جنب واحد هكا، ماشي واحد فوق واحد، صافي غير بحال هكا. شنو الغرض؟ وكتضغطي، شنو الغرض ديالنا؟ هو اننا كنرقوا هاد البلاصه اللي منفوخه هادي، لانه ملي كنبغيو نجرو الخاتم وكيلقى النفخ ما يستحيل انه يدوز، كنديرو حنا بحال كنضغطو كنرقو ديك البلاصه اللي منفوخه، صافي راه من بعد كتجري الخاتم ديالك هكا، من بعد ما كتزيري هذيك البلاصه غير كديري ليه هكا جوج محاولات ثلاثه كيتسلت وكيخرج. الغرض هو بهذا الخيط هو اننا كنضغطو هذيك البلاصه اللي تنفخت. هذه وحده، هذه وحده. والنصيحه اللي غادي نقول لكم هو انكم ما عمركم تحاولوا انكم تزولوا مثلا الخواتم في الصباح، لان الصباح اولا تركبوهم في الصباح، لان ملي كنفيقوا الصباح كيكون الدات ديالنا منفوخه، بعكس العشيه كيكونوا صباعنا مفشوشين، تقدري تزولي الخاتم اولا ديريه بكل اريحيه. هنا غادي نهضروا على الدبليج، انا هنا غتسمحوا لي ما عنديش الدبليج اللي مسدود، عندي غير هذا كيتحل من جناب، وانا ما بغيتش ندير معكم العمليه ويتحل لي في نص الطريق، هذا راه سي فاصيل اننا غير كنحلوه هكا كنتخلصوا منه. حنا المشكله كان عندنا في الدبليج اللي تيكون مسدود، غندير هذا ديال البلاستيك هو اللي عندي، حيت قلت لكم ما عنديش دبليج مسدود، كنديروه هكا عادي جوج ثلاثه ولا سرتله ولا، ملي كنجيو نصلوهم ما كيبغيش يخرج هاد البلاصه هادي، كنعياو دابزو معاه حتى كدبرنا هاد البلاصه كدرنا ما كيبغيش يخرج لينا الدبليج. غنعطيكم طريقه زوينه، كتاخدي غير بلاستيكه بحال هكا عاديه وكتخشيها في يدك، كتدخليه تحت الميكا تحت منه، بحيث ان الدبليج يكون هنايا فوق الميكا بحال هكا، لاحظتوا معايا الناس بحال هكا، شتو ساهله. وكتقلبي هذه كتقلبيها هكا وكتولي ديري ليه بحال هكا، وهو كيسلت بالميكات، ولكن بالطبع كتساعدي بيدك هاد العظم هذا، كتحاولي تدخليه لداخل هكا باش كترقي هاد البلاصه، وكتجري بالميكه، الميكه كتخليه يخرج تيزلق بكل سهوله، ها هو حتى كتخلصي منه وتتحيد لك الدبليج من يدك. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه، وجربوها راها زوينه البنات وعمليه، لا هي ولا ديال الخاتم. وشكرا لاي متتبع او متتبعه بقاو معايا حتى لهنا، كنشكركم كاملين بدون استثناء.
كلكم البنات، كلكم كاع اللي سمعت صوتي راني كنشكرها من اعماق قلبي. بليز ما تنسونيش من لايكاتكم ومن البارتاج، الله يجازيكم بكل خير البنات. كنطلبكم وكنطلب المساعده منكم، اللي سمعت الطلب ديالي تعتبروا رجاء مني انا ليها تساعد اختها بالبارتاج. هادشي اللي كنطلب، ما كنطلب حتى شي حاجه اخرى، عمري ما طلبتكم من غير البارتاج واللايك فقط، هادشي اللي كنطلب منكم. المهم اللي كما كنقولوا، نتوما وجهكم وانتوما والجود ديالكم. يلا البنات، هنا غادي نخليكم مع الف سلامه.